صراحة أنا فرحان مبدئيا كحصل لي الشرف نمثل المغرب ونمثلوا المغرب على الصعيد العالمي مع واحد الأورغانيزيشن اللي هي كبيرة وكبيرة بزاف اللي هي الفيفا وتم الأغنية اللي هي لبلادك وأن المونديال اللي تلعب تلعب بلادك كل شيء تجمع مع بعضه فرحان بزاف لأن يوفوا طرحت الفكرة كل شوية بحال نيرفس بحال هذا أن لأن تقدر تعمل الأغنية لقطر تعمل هذه ولكن ممكن تعمل لبلادك شي حاجة أكثر شي حاجة أكسترا كتقول يعني والله بحال والديك يتفرجوا فيك ولا أخواتك ولا هذه لأن كتكون إيموشنال أكثر وبحال حسيت بواحد شوية ديال المسؤولية هذا ولكن دائما عندي الثقة المغاربة دائما كنثقوا في راسنا والحمد لله دائما كنتجاوزوا المخاطر والمصاعب اللي كاين في الدنيا والحمد لله الإلهام جاء وبدي غير بديت الفكرة كنت هكذا في الدار ديالي صراحة واحد استوديو صغير ماشي شي حاجة تتخيلوا هذا بقيت كنجبر لا كيتار وهذه وبديت طاحت عليها ويلكم تو موراكو ويلكم تو موراكو ايفريبادي هذه قلت هذه هي الأولى اللي عملوها عالمية بلومبلي باش العالم كله اللي يسمعها يفهم المعنى ديال احنا دائما واحد الدولة واحد الشعب اللي كنرحبوا هذه في الدم ديالنا بغينا ولا ما بغيناش اللي كيجي من برا كنرحبوا به والحمد لله المسائل مشات مزيانة وباش ما غنهضروش على لأن باقي الأصدقاء والأحباء والفنانين ديالنا غيهضروا حتى هما فرحان بزاف العمل هذا وفخور كمغربي وفخور مع هذا التيماد اللي خدموا معايا شكرا شكرا غير يمكن لينا نقولوا ان كانت واحد الصله ربط ما بين هاد الاغنيه ديال ويلكم تو موروكو والاغنيه الرسميه ديال مونديال قطر كان لا كاين شي صله ولا ما كاينش لا الصله هي المغرب تمغربيت لان يعني واخا عملت الموسيقى في قطر اللي هي المونديال العالمي وداك الشيء الموسيقى كانت بزاف فيها مغربيه حتى هذوك اللي غناو هلا 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 هذوك مغاربه سواسة ما أقادر ماشي زعما ماشي قطريين كلشي صحاب لهم قطريين كيغنيو هما مغاربة كيغنيو فالبصمة كانت مغربية وبطبيعة الحال بما أن أنا هو اللي عملت الأغنية في المغرب هو العنصر المشترك هو الريتمون اللي هو مغربي ودائما مفتخر بالموسيقى المغربية دائما في الدم وندير أيضا أغنية الآن حصلت على مليون ونص ديال المشاهدة في أقل من 140 ساعة غير علاش مثلا ما تنشرش الاغنيه قبل البدايه ديال المسابقه لان صراحه الفكره جات هكذا ماشي مؤخرا مؤخرا ما كاينش باغي يفيدنا بزاف الوقت قلت صاحب والله انا من الاغنيه وهادي وخصني نطيح عليها الاغنيه حيت هي شوف نقدر نعمل نكتب اغنيه دابا نقدر نخرج اغنيه ولكن خصك تخرج الاغنيه تكون طوب ماشي اي حاجه هذا وقع لي هذا الاحساس هذا ديال هذا ولكن الحمد لله الله جاب هادشي البركه والاغنيه طاحت زوينه وعاود باش نجمع ليكيب فاش كانت تصدت في امين وسعد ونعم ما تصدت كان شكون تكون الفنانه ما عملوش شي حاجه سبيسيال مع السي القجاع حتى هو دائما كان في الفكره في المونديال هضرنا على قلنا قال لي هذا خصك تعمل شي حاجه للمغرب قلت له انا بيان سور خصني غير نجبر شنو ندير ماشي غير نعمل اغنيه هكذا وكان فهمتيني لان متفق معاه خصنا نديرو شي حاجه للمغرب ومن فوا سمعت في الاخر ديال المونديال سمعت بان المونديال يطوق وجياني تا هو سولني البريزيدون ديال الفيفا قال لي غاتعمل شي حاجه للمغرب قلت له يا ان شاء الله زعما على راسو العين ومع القجاع كنهضر معايا في هذا الموضوع هذا قلت بيرفكت اتصلت بالسي القجاع قلت له شنو دار لك نعملوا اغنيه وهذه وهذه و و بيان سور و سمعت واحد الكلام فهمتيني و اذا تهضر مع القجاع في هذاك الشيء قال لي بيسو دو سامثينغ بيغ وهذا وبقيت كنفكر في القضيه هذه وصافي وبديت الاغنيه الحمد لله مشات مزيانه واتصلت بالتيم كل شيء امين لوكس نعمان ريم دوزي المهم التيم كلها اسماء وهذا حاتيم كل شيء قال لي انا معاك 100% افون ديك الساعه كتبقى خصني نكمل الاغنيه ماشي غير حيت انا بديت غير ديك ويلكم تو موروكو ولكن الاغنيه خصها تكتب وكل شيء كيصيفط لهم فوق خصها تمشي هاد الاغنيه هادي قلت صبروا عباد الله صبروا وانا كتبتها صراحه في الاول بالانجلي
لونجلي لان هذيك كانت اسهل لي لان ما نكتبش انا ماشي ما كنعرفش نكتب العربيه مزيان ككاتب اللغه العربيه في الموسيقى. اتصلت محمد المغربي اللي هو واحد شاعر خطير كتب بزاف ديال الهيتس مغربيين وهذاك الشيء. قلت له شنو هي الفكره خصنا نعملوا الفيرس لي كوبلي هذاك الشيء يكونوا بالعربيه والكورس نخليوها بالانجلي باش لان هذا ماشي اغنيه ديال المغرب للعالم ديال اللي غتكون محليه تكون عالميه للفيفا وغتخرج في الويب سايت ديال الاوفيسيال ديال الفيفا. دونك سنعملوا المغرب للعالم وعملنا بجوج لغات والحمد لله مشى داك الشيء مزيان. باش نجاوبك على علاش تعطل هذا الشيء لان كل شيء جا في اخر ساعه هي المونديال تقرر في وسط كمل المونديال عاد تقررت القضيه هذه. دونك ملي كتبت وصيفط لهم الدراري كانوا مساكن مستريسين كلهم اللي كيقولوا باقي والو باقي الاغنيه ما كايناش. فلهذا انا كناخذ هذيك المسؤوليه هذه لان كانت معطل القضيه والحمد لله كل شيء مشى مزيان والريزولتا وهذاك هو اللي كيهم. شوف اي حاجه تبغي تبني اي حاجه في حياتك حتى حاجه ما سهله كل شيء فيها الصعوبات كل شيء فيها المشاكل ولكن اي فوا كتكون الريزولتا هذاك هو اللي كيهم هو اللي كيبقاو الناس عاقلين عليه. صافي الحمد لله شكرا ندير نجاح طاهر هضرت بزاف ياك. اولا هذا شرف لي اني نكون نشارك في هذا البروجي هذا مع بروديوسر العالمي ديالنا رضوان ومع هاد لي زارتيست كاملين ولا فيريتي شور زوين سورتو ك شرف لي اني نمثل بلادي و او ميم طون كنقولها وكنعاود نقولها انا يلاه باديه و في ظرف عام يعني بديت لا كارير ديالي دابا عام وكنلقى راسي كنغني راه شي حاجه كبيره فريمون و كتستحق فريمون شكرا فريمون شكرا ولكن ملي كنكون مع راسي غير بوحدي كنقول واش هادشي واش كنحلم ولا بصح ولا حيت يقدر الناس يجيو عادي يقدر واحد اخر يجي عادي. انا بالنسبه لي ما عاديش هذا شرف كبير 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 بزاف و فريمون شكرا حيت تقفينا كاملين وتقفي واخا انا اول مره نخدم مع رضوان وهذا نعاود نقولها شرف لي كبير. شكرا مريم سبحانك برافو نعمان تبارك عليك. نعمان كما تقبيله بلاطو فني متنوع كنشوف الثقافه المغربيه تمغربيه الاصاله واش نقدروا نقولوا ان هذيك التنوع الفني ديال المغرب هو اللي سبب نجاح ديال الاعمال الفنيه المغربيه؟ اولا انا جد سعيد بالتواجد ديالي معكم وتواجد الصحافه المغربيه شكرا على الدعم ديالكم المتواصل. ضروري الموسيقى المغربيه كما كيعرف الجميع مؤخرا عطات واحد الاكل ديالها كبير في العالم يعني رجعت الموسيقى وعندها واحد الحضاره كبيره سورتو ملي كتكون مع عند واحد المغربي اللي هو تبارك الله عليه رضوان عمل بزاف الاغاني وحاول دائما في اي اغنيه يقرب الثقافه المغربيه الثقافه الموسيقيه للعالم دائما كيحاول ما امكن انه يقرب الموسيقى المغربيه للعالم وهادشي اللي تاتى كما قالكم في الاغنيه ديال فيفا ديال ارحبوا ودريمرز وبزاف وهذه الاغنيه جديده للمونديريتو الحمد لله وصلت دابا 1.5 مليون واحد في الاولى في تريندينغ هادشي كامل بالفضل ديال لي زارتيست كاملين بالجامعه المغربيه لكره القدم والجميع والصحافه تاتوما تبارك الله عليكم الله يحفظكم. شكرا بزاف ما كنبخلوش علينا الصراحه وشكرا كاع لي زارتيست وحنا جيت سعيدين بهذا العمل هذا وان شاء الله باقي الاعمال اخرى ان شاء الله باذن الله. هذه البدايه مازال الله يعطيك الصحه. شكرا لعنان. امينوكس شنو يمكن لك تقول لنا على احزاب حول هذه الاغنيه وايضا ما بغينا نعرفوا كيفاش دازت الظروف ديال التصوير الكواليس ديال التصوير ديال هذه الاغنيه لان كانوا مجموعه الفنانين وكانت في مدينه الرباط مجموعه المعالم حضاريه ومعالم تعليميه كيفاش دازت الظروف ديال التصوير امينوكس؟ اولا كنشكركم على الحضور وكنشكركم على الاهتمام ديالكم في الفنان المغربي وكنبغي ننتهي الفرصه باش نترحموا على الضحايا ديال زلزال تركيا. دونك كنترحموا على خوتنا في تركيا وسوريا اليوم من المغرب وكنقول لهم احنا معاهم. بعد بالنسبه للاغنيه هي واحد المشروع متكامل ومشترك بين بزاف ديال الفنانه كاين بزاف الفنانه كاين عمام تطوان انا من طنجة اسماء بزاف يعني كاع المناطق دوزي موجدة ريم كاع المناطق كانت ممثلة في هاد لاشونسون هادي
وكان عندنا عائق لانه كاع الفنانين كانوا مسافرين سبحان الله العظيم كل واحد فين كان. دونك باش يجمعنا رضوان باش نجمعو كاملين كان صعيب, وملي جينا كانت الظروف المناخيه شويه صعيبه, و بون ماشي صعيبه صعيبه بزاف, ولكن بالنسبه للتصوير كيف كيعرفوا الصحافه كيكون ظروف التصوير الا ما كانش ما كاينش الشتاء وبزاف ديال الكونديسيون ما كتقدرش تصور في الوقت. مي فينالمون البروجي خرج مزيان وعجب الناس, و كنظن انه اي مغربي غيكون مفتخر بهذا المنتوج اللي هو 100% مغربي. وكنوجه تحيه لكاع الفنانين اللي حاضرين معنا هنايا واللي ما قدروش يحضروا, وكنشكر المغرب حيت عامر بزاف الحوايج زوينين اللي حنا تنستغلوهم في الموسيقى وفي الفن. شكرا بالضبط. لا غيجي نشوفوا الفنانين اللي حاضرين معنا عبر زوم. وصراحه هذا كنرى من الدراري ديال الجو هذا الاسبوع اليوم لان ما شفتهمش من اللي سالينا التصوير نادير نشوف من قطر كنسلم على الخوت اللي معنا في بلاصه هما كنعتذر لان المرام الطبيعي يجي يسمعكم تاع الله ما جا بعد. وصراحه بروجي اللي زوين بزاف اللي فيه واحد الخليط ديال لي زارتيست اللي قدر الا ما جمعناش رضوان على ما نجمعش صراحه لان كتعرف كل واحد فينا عنده السين مختلف ديالو, كل واحد عنده اودينس ديالو, كنبقاو كلنا كنمثلو المغرب وكنمثلو الثقافه المغربيه والمسرح المغربي, ولكن كلنا في اطار داكشي اللي كيعرف ندير باش نلقاو كاملين راحتنا في موسيقى وحده ونتفاهموا بغض النظر على النقاشات اللي كتبقى ديال الذوق ديال كل واحد اللي في شي كامل كيدخل في اطار ان باغي نخرجوا بروجي اللي زوين. فكنظن ان البروديوسر اللي غيفهمنا كاملين هو بروديوسر عالمي بحال رضوان اللي مشارك الجميع في المحطه يديه. شكرا شكرا اخي شكرا. وهادشي اللي كيدير باختصار كبير, والحمد لله زعما البروجي كيدوي على راسو, الناس لقاو يعني واحد الاستحسان زعما البروجي لقى استحسان كبير من طرف الناس والارقام كتحدث عليه. وهادشي زعما خلاصه ديالو انه هو البروجي اللي كيمثل المغرب وكيعطي صوره زوينه للمغرب عن طريق الموسيقى. اللي بغيت نقول هو مبروك علينا هذه الأغنية هذه الرائعة, شكرا لرضوان اللي دائما الحاجة اللي حط عليها يدو ما شاء الله كتطرف في العالم, شكرا للفنانين اللي كانوا مشاركين في هذه الأغنية هذه واحد واحد على الصبر ديالهم وعلى المجهودات الكبيرة اللي داروا باش تخرج الأغنية بأحلى فيرسيون اللي دايرها حالا دابا الحمد لله. فوالا هادشي اللي بغيت نقول, أنا فرحان نحضر معكم وخا أنا بعيد ما كرهتش تكون جالس حداكم سير سان, مي أنا معكم قلبي وخنبغي نقول تحية كبيرة للصحافة المغربية اللي حاضرة بقوة واحد واحد منبر منبر, الله يعطيكم الصحة على دائما كتكونوا بجنبنا. شكرا شكرا حاتم. حفيد الدوزي السلام عليكم أمسي وتحية لكل الحاضرين طبعا الأصدقاء الفنانين الكبار 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 و الصحافة والمنابع الإعلامية اللي حاضرة اليوم معنا, وشكرا لها التغطية صراحة نحن سعداء بالردود الأفعال الإيجابية بعد صدور العمل. أولا هنا كمشاركين في العمل ما كانش عندنا أدنى شك أن الأغنية ما غاديش تكون مزيانة, لأن أولا بدأنا توقع المايسترو الفنان الكبير في السير الفن أي حاجة كيدير فيها كتكون ناجحة وكتكون هي تعلم. بطبيعة الحال كل فنان عطى شويه من داك الشيء ديك البركه ديالو وساهم في درنا باش نعطيو صوره جميله على بلادنا على الثقافه ديال بلادنا على التقاليد ديال بلادنا, وتبارك الله اجتمعوا فيه يعني اصوات جميله بزاف والحمد لله. على كل حال هذا نجاحنا كلنا كمغاربه, نجاحنا كفنانين مغاربه, وبطبيعة الحال نجاح الرياضه في المغرب. المنتخب الوطني المغربي شرفنا هذا العام والان حنا كنشرفوه فنيا بقيادة الكوتش رضوان الرقرقي رضوان دير النية. شكرا حافظ التوزيع, شكرا الإخوان.